السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هلا والله فيكم جميعا. إن شاء الله فيديو النهاردة هيكون عن المود الجديد، مود المكتبة أو خريطة المكتبة. طبعا عشان تنزل المود ده أو تلعب في المود ده، تخش على الخرايط، تخش على تالت واحدة اللي هي أرينا ديت، تخش على الخريطة اللي هي جان جيم ديت، لو مش منزلها هتنزلها وتخش تلعب عادي جدا. يلا هنخش نشوف المود عملي كده. صلى على النبي يا جماعة، صلى على النبي. طبعا عشان تكسب في المدة، أو أول حاجة بيبقى معاك 18 سلاح، لازم تقتل بكل سلاح واحد تخش على اللي بعده، تقتل بسلاح واحد وتخش على اللي بعده لحد ما توصل للسلاح الأخير اللي هو الطاسة. لازم تقتل واحد بالطاسة عشان تكسب الجيم. هنشوف كل حاجة مع بعض حالا. طبعا يا جماعة المود جميل طبعا ويعجبكم ان شاء الله. ازاي يا عم الكلام ده؟ كده قتلت واحد، دخلت على السلاح اللي بعده، قتلت اتنين، دخلت على السلاح اللي بعده، كده يعني كل ما تقتل واحد يجيلك سلاح تاني. لحد ما تقتل واحد بالطاسة تكسب الجيم. ويا جماعة هسيب لكم الرابط بتاع الجروب بتاع الواتس، جروب ببجي واتس، لو حد عايز ينضم للجروب ولا حاجة هكون سايب لكم الرابط تحت ان شاء الله. عايز صحتي بس الأول. ماشي يلا بينا. حسب لك كده خدت السلاح اللي بعده، وبعد ده الدي بي بعد الدي بي السلاح اللي هو بيبقى في الدبل ده. وقفنا شوية على ما نستعيد الصحة. ماشي يلا بينا نهاجم. كل سنة وانتم طيبين طبعا يا جماعة، وعام سعيد ان شاء الله. طبعا مش هتعجبكم طول الفيديو، واسف. نبقوا مكمبرين في النفق ده على طول، ان هو لو مكمبرين بس. ماشي في واحد هناك اهو. استعيد الصحة بس.
ده جوز ده اصلا. السلاح ده بقى اللي ما بطقوش والله العظيم، سلاح زبالة. كده في واحد بيلعب بالطاسة، يعني ده لو قتل واحد يبقى الجيم كده خلص. واحد ده اكيد معانا عشان احنا كده 17 هم 6. هو السلاح ده الوحيد اللي بياخد معاه وقت ده والله العظيم، هو السلاح ده. كده الجيم خلص، المفروض احنا اللي كسبنا باين. ايوه احنا كده اللي كسبنا يا جماعة. واحد من الجيم قتل 18 وقتل واحد بالطاس، كده هو اللي كسب. كده يا جماعة فيديو النهاردة يكون خلص. اهم حاجة لو اول مرة تشوف القناة متنساش في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.